يحطمون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. ماذا يفعلون؟ يقربون شرار الناس. انظروا لرجالات التجمع الآن أين هم؟ السجون التونسية غوانتانامو أمريكية. السجون التونسية غوانتانامو أمريكية. السجون التونسية غوانتانامو أمريكية. دعونا نلتزم بالتوصيات في هذه الوقفة التي نطالب من خلالها تحقيق حقوق إخواننا. نطالب من خلال هذه الوقفة بتحقيق مطالب إخواننا المظلومين في السجون الذين هم أيضا يزيد عددهم بالعشرات مضربين الطعام، وأيضا إخواننا في السجون. نطالب كلنا بتحقيق حقوقهم وبتحقيق مطالبهم بالإفراج عن كل المظلومين التي لم تثبت في حقهم أي شيء، أي تهمة وأي دانة. وأيضا نطالب بحقوق إخواننا الذين إن قالوا ثبتت في حقهم تهمة أو إدانة فليبين لنا هذه التهم وهذه الحقائق وليسرعوا بمحاكمتهم، يزعمون المحاكمة ويزعمون تطبيق القانون. لذلك يا أحباب دعونا نلتزم يعني في بلجنة التنظيم ولن يعني نتعدى أي أمر آخر. جزاكم الله خيرا. السجون التونسية غوانتانامو أمريكية. السجون التونسية غوانتانامو أمريكية. السجون التونسية غوانتانامو أمريكية. شادين شادين في صراح الموقوفين. أنا أب بتاع موقوف في القضية بير علي بنكوف. ولدي أنا يده مكسرة. أنا بقديدة يديه باللي بانس وعلقوه منهم يديه مشات، فما شكون اللي عنده ضلع مكسرة؟ قاضي التحقيق شاف الشيء هذا قدامه وما حكموش في التقرير. طالبين المحاكمة العاجلة ومحاكمة اللي يعذبوه. من مطالبنا أن تنقذ القضية التي يحاكم فيها إخوة ما يسمى بقضية بير علي بن خليفة تخرج من القضاء العسكري. تخرج القضية من القضاء العسكري. نحن الآن نخشى أن نسمع بموحد ثالث قتل ببطء بعد الأخوين محمد البختي وبشير القلي. نحن هنا نوصل صوتنا. بعد قليل بإذن الله نلتقي بالوزير وبأحد مستشاريه. الأخ آدم الآن لا يقدر على فتح عينيه. مطلبه كما مطلب مجموعة الإخوة المسمات ببير علي بن خليفة أن تنقل تخرج القضية من القضاء العسكري، وهي الآن في الطور التعقيبي. تكبير مسدود على إثر قضية علي بن خليفة، بير علي بن خليفة. ولدي ما عنده حد شيء.
شدوه معتها من المطار، ما عنده حتى صلة بالقضية لا لشيء، خطر هو عنده ملف معتها متاع عام 2006 ما تربط 3 سنين، جبدوه له الملف هذاك وعيتوا له أو قهموه في القضية هذه. ولدي توا في المهدية حاطين هولنا، احنا كأهالي تعبنا، ولدي تعب، هذا ثالث إضراب. ولدي معتها في حالة يرثى لها، تعرض لتعذيب كبير. نحثك على ولدي، ولدي كسروا له يده لحد الآن، يده معتها مكسورة وهي بارية هكاك من غير ما تجبرت، ضربوها على راسه ملعش بحاجة كواتش ولا حاجة كمن هكا. طيب ولدي ما ينجمش يركز في التفكير بكل، حالته على الاخر كلاويه وجعوا فيه، عنده ساعات تجيه كيما الأزمة هكا قلبية ولا كيفاش، ويهزوه يعطوه شوية أنالجون ويقولوا أرجع. معاملة سيئة في السجن، احنا أتعابنا كيما قلت لك معتها مضاعفة نفسية وبدنية ومادية، وعملهم العذاب كيف كيف، واحد ساعق بالكهرباء تعري جسم كامل في أيامات فيفري، أيامات ثلجة على القاعة، عريانين بكلها وكلهم يسبوا عليهم في الماء، معتها باش ينتزعوا منهم معتها أقوال هما ما عملوهاش وأعمال هما ما عملوهاش. يلزمك تقول أنا عملت. 8 أيام ما يرقدوش، مكتفين في كرسي، هو يغفى هكا طريف وهما يسبوا عليهم الماء. هذا معتها اللي احنا عرفناه. ولدي 47 يوم ما ريناهوش، 47 يوم تحت الإيقاف في الأقبية نتاع سجن الإيقاف نتاع العوينة، باش وروا هنا بعد 47 يوم، خاطر ولدي معتها وقت طلعوا هنا عبارة إنسان ميت خارج من القبر. أنا نطلب من السلطات معتها باش يشوفونا حل في أقرب وقت وما يخلوش الأزمة تتفاخم أكثر من اللي هي موجودة طويلة. فما جئتم هنا إلا نصرة لإخوانكم، وأود من أحبابي وإخواني أننا بإذن الله عز وجل سوف نواصل وقفاتنا بإذن الله عز وجل بعد استشارة مشايخنا وبعد مع التحدث مع إخواننا، إذا لم يتم الإفراج عن إخواننا وإذا لم يتم تحقيق مطالب إخواننا، وأننا سوف نصبر ونثبت بإذن الله عز وجل حتى يطلق سراح إخواننا عز وجل، حتى يطلق سراح إخواننا بإذن الله سبحانه وتعالى. فقد صعد الإخوة لملاقاة بعض المسؤولين، فالآن قد أعلمني إخواني لجنة التنظيم أنه سيتم يعني فض انسحاب وفض هذا الملتقى بإذن الله عز وجل، حتى يتبين لنا بعد ذلك بإذن الله عز وجل ماذا فعلوا بشأن إخواننا. فأرجوكم أيها الأحباب، رجة الحماية تبقى إلى الأخير، وإخواني ينسحبون عن اليمين وعن اليسار جزاكم الله خيرا، ولا تعطلوا حركة المرور وحركة السير جزاكم الله خيرا.